أهلا وسهلا مشاهدي قناة أنفاس بريس، اليوم كنرحبوا بكم في حلقة جديدة من برنامج دويرة في السوق. اليوم جينا السوق مارسي سونترال باش نشوفوا أجواء السوق وكيفاش الرواج فيه. خليكم معنا. أهلا وسهلا خويا، كي داير؟ بخير، كلشي مزيان؟ حدك بارك الله فيك خويا. بغيت نسولك على الرواج في السوق ديال السمك، واش كاين شي رواج ولا ما كاينش؟ هو الرواج تيكون في هذا الوقت ديال كوفيد، كنت نقولوا حنا أكثرية تنخدموا مع لي ريستو مع القهاوي. دابا شويه ملي نقصوا ملي هاد الوقت حتى يوقف لي ريستو ما تيكونوش خدامين النهار كامل، راه عادي بان الرواج غادي يكون ناقص بزاف. الاثمنه ما عمرها ما تتكون رخيصه على حساب كوفيد ولا ماشي كوفيد، الاثمنه تتكون رخيصه على حساب البحر. البحر واش مزيان ولا ما مزيانش، الصياد واش مصيد ولا ما مصيدش، حيت ملي تتبدا الموفيطه عادي من الطبيعي بان الحوت غادي يطلع الثمن ديالو. ملي تيكون البحر مكالمي وقاديه مزيانه راه عادي كلشي الصيادات يخرجوا، يعني تيكون الحوت موجود. تنقولوا ملي تتكون الحاجه موجوده راه بطبيعه الحال الثمن تيطيح ديالو. هنايا بحال هذا المارشي تيكون بارتيكولي، تنقولوا بارتيكولي الناس اللي تي البياس اللي تياخذ شي حاجه وتيبغي ياكلها، فهمتي؟ يعني تتمشى اي حاجه تتكون صغيره ماشي بالطبيعي تيجي عشاق المنقوص لومار يقدر ياخذ غير بياسه ديال رويال تهاها باغي ياكلها، ياك تهاها هو غير كالامار ياخذها، مرحبا كلشي تياخذ وكلشي ياكل الحوت. مرحبا. السلام عليكم، كي داير سيدي؟ بخير. بخير، السلام عليكم، لاباس؟ بخير اسيدي. قول لي استاذ، بغينا اليوم جينا للسوق باش نشوفوا الرواج ديال السوق كيفاش داير بالنسبه للخضره، واش على اقبال ولا ما عليهاش اقبال؟ لا، هو الرواج في اسواق اخرين راه عليهم اقبال، كي الناس كيشريو، ولكن حنا عندنا حنا اصلاح في المارشي، حنا سنترال كيتصلح مزيان، واخا يكون عندنا البيع واش ما يكونش ولا يكون مزيان، حنا بغينا الاصلاح، حيت هما دابا يصلحوا لنا الحوانت اللي غادي نخدموا فيهم ولا نترزقوا فيهم مع الله مزيان، هذا هو اللي كاين. واخا يكون عندنا الرواج او ما يكونش عندنا الرواج مزيان. لا، هو حنا كندوا على بصفه عامه زعما البيع والشراء كيفاش داير، البيع والشراء في هذه الوقيته هذه اللي شفت الظرفيه شويه حساسه وداك الشيء، كيفاش نتوما كتبيعوا كيفاش كتدبروا الامور ديالكم؟ الناس كتمشي على قدها، اللي عنده الفلوس اللي عنده درهم تيخسر على درهم اقل ديال الدرهم، واللي عنده 40 كيخسر على 40، ما عندش انسان بحال حنا المغاربه كنمشيو على قد ديالنا، اذا كان عندنا الفلوس راه كنخسروا بزاف، الا ما كانش عندنا الفلوس راه كنخسروا على قد ديالنا على الجهد ديالنا. بالنسبه للمارشي كريو، مارشي الكبير، واش موجود مارشي كريو؟ واش ملي كتشوف تاخذ السلعه والسلعه كانت كتزاد وكتنقص ولا ثمن؟ لا، السلعه مزيان. لا الحمد لله الخير موجود في المغرب، ما كاينش شي واحد يقول لك الخير ما كاينش في الثمن مزيان، راه المغربي تيشري على قدو. بغيتي تشري ديال 10 دراهم، بغيتي تشري ديال 2 دراهم، بغيتي تشري ديال درهم، يعني السوق فيه كل شيء. الحمد لله الخير موجود، ما نهضروش بشي هضره اللي تيهضروا هضره خاويه يقول لك راه ما كاينش، كاين الخير موجود الحمد لله. كما شفتوا مشاهدينا، كانت هذه هي ابتسامات الخضار اللي كاين في مارشي سونترال، كيقول لك بان الخضره كاينه موجوده، داك الشيء كيمشي على حساب الجيب ديال كل شخص، بامكانه يشري داك الشيء ديال درهم وبامكانه يشري داك الشيء ديال 10 دراهم، كل واحد كيمشي على حساب الظروف ديالو وعلى حساب الامكانيات ديالو. مشاهدي هنا من بعد ما شفنا الخضار ومول الحوت ومول الزويت، خرجينا عند السيده فيروز اللي عندها محل في مارشي سونترال، محل اللي كتطيب الناس الحوت ديالهم اللي كيمشيو يشريوه كيجيو يطيبوه هنايا وكيتغداو هنا، الموظفين اللي كاينين في المدينه وفي سونترفيل. جينا عندها باش نسولوها كيفاش داير الرواج، واش الناس كاين اقبال ولا ما كاينش. السلام عليكم. دابا مع هذا الكونفينمون ما كاينش شويه وصافي، يعني القضيه شويه ميته. في الاول كان الحمد لله كان الرواج، كانوا النصارى، كانت توريستي، ودابا شويه وصافي والله، مازال ما تحركتش الوقت. وبالنسبه زعما الكوفيد ما اثرش عليكم ولا زعما نقص لكم الطوابل ولا شي حاجه؟ لا اثر بزاف، تيسدوا مع الثلاثه الناس، يلا تيبغيو يجيو يتغداو مع الثلاثه ولا تيسدوا لينا مع الثلاثه. ايوا بنادم يلا تيفيق مع 12 ويجي يتغدى الثلاثه تنساليو. وشنو الميساج اللي تبغي توصل للمسؤولين؟ ايه، واش غادي نقول للمسؤولين نقول لهم عاش الملك؟ مشاهدينا، جينا عند الاستاذه مالكه باش نعرفوا الثمن ديال لي زويتخ والثمن ديال البوزروك، ونشوفوا كيفاش واش كاين رواج عليهم ولا ما كاينش. استاذه مالكه، السلام عليكم. وبالنسبه في هاد كوفيد هذا كما كاينش الرواج كيف كان، في هاد يعني الاسبوع كامل تنخدموا غير السبت والحد. شنو نقول لك، كاينين اثمنه مناسبه جد مناسبه يعني في متناول الجميع. لي زويت الثمن ديالو راه ما تغيرش، بقى هو الحوت، حتى هو راه كاين تبارك الله الحوت ما شاء الله عليه،
تنتمناو هذا الوباء يزول علينا يا ربي وينزل علينا الرحمه ديالو. يعني الناس اللي تيبيعوا ويشريوا حنا واخدين الاحتياطات ديالنا كامله. هاد الناس اللي غيسمعوا لينا ولا غادي يجيو للسوق يعرفونا بان السوق راه باقي الجوده باقي الطراوه باقي الاثمنه كيف ما هما كيف 8 7 10 الدرويش ياكل الغني ياكل كلشي ياكل السر ديال 15 12 20 درهم يعني على حسب. تنتمنى من هاد الناس يجيو للمارشي سنترال يتقداو ويرجعوا كيف كان لان الحركه راهي وقفات. كما شتي مشاهدينا كانت هذه هي ارتسامات الناس ديال السوق بائعي السمك وبائعي الخضر. يقولك بان الرواج راه كاين وان الحوانت كيسدوا مع ثلاثه العشيه بالنسبه للكوفيد والاجراءات الوقائيه. كنتمناو ان هذا الوباء يترفع عنا ان شاء الله ونضربوا لكم موعد في حلقه جديده من سوق اخر ان شاء الله باش نشوفوا الاثمنه شحال كيديروا وشكرا.